طبعا انا محمد حفور، المحامي الخاص لحبيبة. حبيبة جات لي عن طريق صديق ليا، شرحت لي الموقف اللي تعرضت له. فطبعا انا ما كنتش مصدق التفاصيل اللي حصلت. بعد كده استأذنت الصديق ليا وقلت له انا هاخدها اتكلم معاها بعض الكلمات، لان هي كانت متعففة في الكلام معاه. بدأت تحكي لي قصة اعتداء يكاد يكون اشبه للخيال من والدها. قلت لها هو ايه اللي حصل بالظبط والدك؟ بس بأمانة يعني ما تكذبيش وما تأفوريش في الكلام. بصت لي كده وبدأت تبكي وتقول لي والدي اللي انا كنت عايز احس معاه بالامان، لان انا مش حاسة بامان، اب وام منفصلين عن بعض وانا عايش عيشة صعبة. بدأ والدها مش عارف اقولها ازاي يعتدي عليها بكل الطرق، يصورها ويبعتها لناس خلايجة على حد قولها، بدأ يتحرش بيها ويعتدي عليها جنسيا. لما كانت بترفض كان بيعذبها، مرة كسر لها الضلع ومرة حرقها في ايديها وفي رجليها وفي جسمها، كل ده عشان تكون طواعية بين يديه. الراجل ما اكتفاش بكده، الراجل راح جاي مجوزها لواحد وهي عندها 14 سنة، جوزها كقاصر. المفروض ان الراجل اللي هتتجوزه تكون بتأسس أسرة وتعيش في أمان معاه، اللي ما حسيتوش مع الأب على الأقل هنقدر نقول إنها هتحسه شوية مع جوزها، أو اللي اتقال إن هو جوزها. بدأ جوزها يتاجر بعرضها وشرفها ويشغلها في كابريهات وبارات ونايت كلاب كل شيء، ويصورها برضه ويتقاضى على كل اللي بيعمله ده فلوس. ما كانش فارق معاه فلوس تيجي منين وبأي طريقة ممكنة، ما كده كده عادي بالنسبة لهم، الرجالة إحنا قاعدين في البيت والحريم هم اللي بتكسبوا. بعد كده لما حبيبة جات لي أنا تبنتها بكل قوتي وبكل ما أوتيت من قوة، وقلت لها إحنا الوضع بالنسبة لنا مرفوض اللي كان بيحصل، إذا ما كانش ليكي أهل فإحنا أهلك إحنا والقانون، وإحنا واقفين في ظهرك مهما كان وإيه اللي هيحصل بالظبط. فإحنا دلوقتي مع حبيبة ومستنيين الإجراءات بعد ما إحنا رحنا عملنا بلاغ في الأمومة والطفولة، إحنا مستنيين أي اتصال تليفوني يجيلنا من هناك علشان نبدأ التحقيق بشكل رسمي. فاحنا دلوقتي احنا عايزين ان الاجراءات يتم اتخاذ اجراء سريع فيها، والجناه الحقيقيين سواء الاب سواء الزوج سواء اللي كان كتب، حتى علشان ان ما يبقاش فيه جرائم احنا نشجعها لازم نكون واقفين واقفه من حديد وما نخافش من حد. طالما احنا ماشيين في الحق ما نلومش من حد ولا نخاف من حد، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يكون بيقوي حبيبه ويعينها على الايام اللي جايه، ويحاول ان ربنا ان شاء الله هيكون هينسيها كل الظلم والمعاناه اللي هي عاشتها، واحنا برضو معاها يعني احنا مش هنسيبها كلها. انا ندمانه اللي دوت ابويا كان نفسي يبقى ليا اب عادي يحافظ عليا ويخاف عليا. انا حبيبه اسمها حبيبه، ما كانش نفسي اللي هو يعمل معايا كده ويبهدلني وبعد صور للناس ويخلينا اكلم ناس وكده ويشغلني في كبرهات ويخلي الناس تبص لي بصة وحشة. كان نفسي ابويا يحافظ عليا من الديابة، طلع هو الديب عليا. فندمانة اللي دوت ابويا، ندمانة والله العظيم. عمل معاكي كان بيحاول يتعرض عليا وكده وبص لي بصات وحشة، وانا كنت بقول له لا انا بنتك ما تعملش معايا كده. كان يقول لي انت شبه امك وبتفكرني بامك وانا بحب امك. عملت ايه؟ وكان بحاول يتعرض عليا ويعمل معايا حاجات مش كويسه، كنت برفضه وكان بيضربني وكان بيلسعني كده. وانا ابويا جوزني عرفة غصب عني، وما كنتش بعرف اكتب اسمي وكده، مسك ايدي وخلاني اكتب اسمي غصب عني. وانا ما بقول انا مش عايزه اتجوز، يقول لي لا اتجوزي انت لو سمعت كلام الناس دي، ولما يقولوا لك حاجه اقول لهم حاضر ونعم، حتى لو هي صح او غلط اسمعي كلامهم هيعيشوك ويخلوكي غنيه وكده، واللي نفسك في كل هتعمليه. وجوزي لما رحت له نزلني ان انا اشتغل في كباريه، وانا واخواته وكده، اخواته يلبسوني لبس عريان ويخلوني ارقص وكده. كان نفسي اعيش عيشة كويسة وابويا حافظ عليا وكده. كان نفسي احافظ عليا من الديابة، طلع هو الديب عليا، هو اللي اتبعني
وفرط فيا. نفسي اعيش عيشه كويسه، ومكانش نفسي ده اللي ضغط يبقى ابويا ويعمل معايا كده. ربنا ياخد لي حقي منه.